أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات لديها طاقات هائلة وعقول شابة نيرة تستند عليها لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة المستدامة لوطننا الغالي. وأشادت سموها بكلمة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، داعية سموها إلى تكاتف الجميع لترجمة توجهات الدولة بتمكين الشباب في مهارات المستقبل. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: عمل الاتحاد النسائي العام بجهود مخلصة على ترجمة تلك التوجهات السامية، وحرص على تأهيل ابنة الإمارات واستثمار قدراتها ومهاراتها لخدمة وطنها ومجتمعها. وأدرك الاتحاد النسائي العام مبكراً أهمية تمكين المرأة في المجال التقني لابتكار أفكار ومبادرات من شأنها تمهيد الطريق أمام بنات الإمارات لمواكبة الجديد وتسخيره لخدمة الوطن.